ناديا، سمعتي آخر خبر؟ قريت كل الأخبار، بس آخر خبر ما سمعته. هاتي لشوف. هذا سالم بده يطلق منال. ليش؟ حابب غيره. مين هي؟ تعرفيها؟ بعرفها. مين يعني؟ يعني مين؟ وردة. القاسة وردة اللي بتشتغل معه بالمكتب؟ هي بذاتها. الحق على مرته، في وحدة عاقلة بتخلي جوزها مع وحدة حلوة كل يوم وبنفس المكتب 6 ساعات، أكيد 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 الشيطان بده يلعب بعقلاته. معك حق يعني إنه الحق على مرته، بس مو لأنها تاركته يقعد لوحده مع موظفة بالمكتب. يا نادية، لو كل رجال قعد مع موظفة لوحدهم بالمكتب عم عشقة وحبة، إيه كانوا كل الرجال طلعوا نسوانهم. هو الحق عليها، لأنه لو مليانة عينه ما كانت تطلع على غيرها ولو كانت بدر الدجا. إيه لا حبيبتي، هدول الرجال كلهم مثل بعضهم. إيه والله والله والله، إذا بتضوي لهم كل أصابيعك شمع عينهم بتضل زايغة لبرا. لا 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 لا، لا تشملي كل الرجال مع بعضهم. أنا وجوزي غير شكل. أنتوا الله يهنيكم مع بعض. بس إيمان، ما قلتي لي مين قال لك إنه الأستاذ سالم بده يطلق مرته منشان ياخذ القاسة وردة؟ الست نجاح، وقالت لي كمان إنه كتب كتاب سالم على وردة يوم الخميس الجاي. وشو قالت لك كمان؟ أهلا لك. أحلى أحلى لك، أحلى أحلى بالأنسة الحبيبة وردة. قلتي لي كتب كتاب الخميس الجاي. ريته ألف مبروك يا رب. لك مو عيب عليك تطلع علي هيك إشاعات أنا والأستاذ سالم؟ أنت بترضي حدا يطلع عليك هيك إشاعات؟ مو أنا، هي ست نجاحي اللي قالت. وأنت ما صدقتي، سمعتي الخبر ونشرتيه بين الموظفات. يعني هذا الخبر مو صحيح؟ طبعاً مو صحيح. أنا بيني وبين الأستاذ سالم ما في غير علاقة عمل، وأنا لما بدي أتجوز ما برضى أتجوز واحد متجوز وعنده أولاد. هذا رأيي فيكي من الأول يا حلوة، بس هي ست نجاح. صدقيني ست نجاح أكدت لي الخبر. أم أنا شو قلت بعقلي يعني بجوز؟ إيه أنا فرجية. هاي معاملاتكم، خلصوا استلمون. ما قلتي لنا ليلى